بعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الأستاذ المحامي حسني مبارك مهدي، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ومتخصص بالقضايا الجنائية. هنتكلم عن الحبس الاحتياطي. طبعا الأصل في الإنسان البراءة، مفيش إنسان بيتولد جاني، فهنتكلم عن الحبس الاحتياطي ونعرف إيه مبررات الحبس الاحتياطي وإيه شروط الحبس الاحتياطي، وهل الحبس الاحتياطي ده يعني هو عقوبة أم إجراء احتراز. هنعرف كل ده مع الأستاذ المحامي حسني مبارك. أستاذ حسني أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. طبعا يتجدد اللقاء مرة تانية وشرفتني، كان لنا حلقات قبل كده. عايزك بقى في البداية تقول لي تعريف الحبس الاحتياطي، إيه هو الحبس الاحتياطي؟ بص يا أستاذ أحمد، ببساطة شديدة جدا عشان السادة المشاهدين، الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق اللي بتجريها سلطة التحقيق متمثلة في النيابة العامة. ببساطة شديدة جدا الحبس الاحتياطي هو حبس المتهم مدة من الوقت لحين الانتهاء من التحقيق وأحالة المتهم إلى قضيه الطبيعي. لم يرد في قانون الإجراءات الجنائية تعريفا محددا للحبس الاحتياطي، وإنما ورد في تعليمات النيابة العامة في المادة 381 من تعليمات النيابة العامة. باختصار شديد جدا قالت إن الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة، بل هو يعد أخطر إجراءات التحقيق تجاه المتهم، لأنه في النهاية بيؤدي إلى إيه؟ سلب حريته. سلب حريته. بخصوص سلب حريته، عايزك تقول لي هل من حق المتهم، يعني دلوقتي اتحبس احتياطي، من حقه الطعن على قرار الحبس الاحتياطي أو التظلم عليه ولا مش من حقه؟ طبعا القانون نظم من حق المتهم استئناف أمر الحبس الاحتياطي في مواعيد معينة. هو المتهم ليه ان هو يستأنف امر الحبس الاحتياطي الصادر من القاضي الجزئي او قاضي الجناح المستأنفة او قاضي الجنايات، وله استئناف كل 30 يوم من اخر استئناف. له استئناف كل 30 يوم من اخر استئناف، يعني مثلا هو دلوقتي لو عمل الاستئناف والاستئناف ده ما اتقبلش مثلا، بعد 30 يوم تانيين يقدر يعمل استئناف. بعد 30 يوم من تاريخ رفض الاستئناف يستطيع ان هو يقر بالاستئناف مرة اخرى. تمام. عايزك تقول لي بقى الحبس الاحتياطي له مبررات؟ طبعا. طب ايه هي مبرراته؟ بص، الماده 381 من تعليمات النيابه العامه قررت ان الغرض من الحبس الاحتياطي هو الحيلوله دون تمكين المتهم من الهرب او العبث بادله التهام او التاثير على الشهود او حتى وقايه للمتهم ذاته من انتقام المجن عليه وذويهم. يعني ده في حد ذاته عشان مثلا المتهم ما ياثرش على الشهود، وفي نفس الوقت عشان حفاظا عليه هو، يعني حفاظا عليه هو من انتقام الشخص الطرف في الأخر. بعض القضايا اللي هي خاصة بقضايا الدم وقضايا النفس وقضايا القتل، بيكون من مصلحة التحقيق ومن مصلحة المتهم نفسه حبس احتياطي. ولكن طبعا في قضايا كتيرة جدا بيكون فيها يعني اسراف في الحبس الاحتياطي بصراحة، بيكون في يعني ظلم للمتهم. مش بنقول ظلم طبعا، احنا مش بنقول ظلم، ولكن هو بنقول هو يعني فيها اسراف شوية من جهات التحقيق ومن جهات التي بتصدر الحبس الاحتياطي، وده اللي احنا بنناقشه النهاردة. ان المفروض حتى في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت والظروف المجتمعية اللي احنا فيها ديت، لان القانون لا ينفصل عن المجتمع. بخصوص الظروف اللي احنا فيها، القانون لا ينفصل عن المجتمع اطلاقا وعن ظروفه. في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت والفيروس اللي منتشر، فيروس كورونا، يعني يجب ان يكون هناك فطنه وان يكون هناك يعني عدم الاسراف في الحبس الاحتياطي. تمام. بخصوص فيروس كورونا، تمام، واوقات الحظر اللي احنا فيها، تمام، والحلقه النهارده اسمها الحبس الاحتياطي مع فيروس كورونا. عايزك تقول لي اللي بيكسروا الحظر اليومين دول، يعني توعيهم تقول لهم ايه؟ بما اننا اتكلمنا عن كورونا بقى، بما اننا اتكلمنا عن كورونا، في الاول يعني احب من خلال حضرتك وبرنامج حضرتك نوجه يعني تحيه شكر وتقدير واحترام واجلال لكل الاطقم الطبيه، من اول وزاره الصحه مرورا بالساده الدكاتره والممرضين والمسعفين حتى وصولا لاخر موظف في وزاره الصحه. فعلا الساده الاطباء بيضحوا، الساده الاطباء والتمريض والاسعاف، كل دول بيضحوا من اجل يعني من اجل المريض عشان يعيش، بيضحوا بارواحهم من اجلنا كلنا. تمام؟ مش المريض فقط، وشمعه بتتحرق، يعني شمعه بتتحرق من اجل الاخرين، يعني ولكن محتاجين اللي يقدر للاسف. طبعا طبعا لازم احنا ناخد كل الاحتياطات اللي نوهت عنها وزاره الصحه، ونحافظ على نفسنا وعلى اولادنا، ونلتزم بالتعليمات، لان ده هيبقى فيه وقايه لنا، لان الفيروس ده هو اسهل حاجه فيه الوقايه. تمام.
اسهل حاجه في الوقايه. انا مش عايز بس اخرج عن سياق الحلقه تمام. هو عايزك يعني تقول لي نرجع تاني للحبس الاحتياطي، اصل لو هنتكلم عن كورونا هنتكلم كتير كده تمام. عايزك تقول لي شروط الحبس، هي ايه شروط الحبس؟ شروط الحبس الاحتياطي يعني رقم واحد، لابد ان يصدر في جريمه يجوز فيها الحبس الاحتياطي. ايه هي الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي؟ رقم واحد الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. لحظة واحدة ارجع مع حضرتك، يعني في جرائم معينة ما فيهاش حبس احتياطي لا يجوز فيها؟ لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي. رقم واحد إذا كانت الجنحة معاقب عليها بجريمة سنة فأقل، دي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي. الاستثناء الثاني جرائم النشر، السيادة الصحفيين مش أي صحفي بيأدي دوره في اي مقال لو في سب او قذف لا يحبس احتياطيا، ما ينفعش يتحبس احتياطي الا في حاله واحده اذا كان السب او القذف او الهانه موجه لرئيس الجمهوريه. تمام. رقم ثلاثة الحدث اللي هو 15 سنه فاقل لا يجوز حبس احتياطيا. تمام. وجرائم الجلسات لا يجوز حبس المحامي احتياطيا اذا صدر منه سبا او قذفا اثناء الجلسه، ولكن هنا في استثناء إذا تم الاعتداء على القاضي أو أحد أعضاء النيابة العامة في حبس. فيها حبس. تمام. بخصوص الحبس بس نستكمل بس باقي الشروط. احنا قلنا الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي. تاني حاجة لابد أن يكون هناك استجواب للمتهم قبل أن يصدر في حقه الحبس الاحتياطي. تمام. رقم يعني ثلاثة توافر الدلائل الكافية، ودي مهمة جدا وليها ليها 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 تفسير هنتكلم فيه فيما بعد. ورقم أربعة بقى قال لك ان قرار الحبس الاحتياطي ده لابد ان يصدر كتابه ومسببا. تمام. طيب مده الحبس، عايزك تكلمنا عن مده الحبس، هل في مده معينه حد ادنى وحد اقصى ولا لا؟ بص هو في حد اقصى وحد ادنى، وفي تشريع صدر في 2013 بالغاء الحد الاقصى والحد الادنى، ولكن قبل ما نتكلم في المدد نتكلم ايه هي مده الحبس الاحتياطي بالنسبه للمتهم. رقم تمام. واحد النيابه العامه تملك اصدار اربع ايام. أربعة أيام. ممكن تجدد الأربعة أيام؟ لا، بعد الأربعة أيام بيتم إحالة الأوراق إلى القاضي الجزئي. تمام. القاضي الجزئي اللي هو قاضي التجديد اللي إحنا بنقول عليه، اللي هو قاضي الجنح. قاضي الجنح بيجدد 15 في 15 في 15 بما لا يتجاوز الإيه؟ 45 يوم. تمام. ده قاضي الجنح. بعد كده بيتم إحالة الأوراق إلى مين؟ إلى الأعلى درجة اللي هو قاضي الجنح المستأنف. لأن هو يصدر 45 يوم في 45 يوم في 45 يوم أو أقل من 45 يوم. تمام. بس في الآخر بما لا يتجاوز إيه؟ الثلاث شهور. تمام. بعد القاضي الجنح المستأنفة تتم إحالة الأوراق إلى قاضي الجنايات. يعني بتتخذ تدريجيا كده. يتم بقى التجديد أمام قاضي الجنايات لحين إحالته إلى قضية طبيعية. طيب بخصوص بقى إن إحنا اتكلمنا إن هي بتتخذ تدريجيا، تمام؟ إيه الحالات اللي بيتم فيها تجديد الحبس الاحتياطي؟ احنا قلنا الغرض من رقم واحد بالنسبة للنيابة العامة يقول لك ايه؟ عدم وجود محل اقامة ثابت ومعروف لدى المتهم. تمام. فبيجدد الحبس الاحتياطي هنا من حق او الخشية من هرب المتهم. تمام. او ان هذه الجريمة تمثل يعني عبء كبير على المجتمع او في خطورة من المتهم، كل هذه الامور بيتجيز فيها تجديد الحبس الاحتياطي للمتهم. تمام. طب عايزك تقول لي بقى لو المتهم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة، ايه الخطوات اللي المفروض ياخدها؟ فورا بيتم تقديم طلب للمحامي العام او للمحكمة التي بينظر لها التجديد وبتدفع فيها بسقوط الحبس الاحتياطي وبيتم اخلاء سبيله. تمام. يعني لو تجاوز بيقدم طلب طبعا وبيتم اخلاء سبيله فورا. طبعا. طيب في بقى اجراءات بديلة عن الحبس الاحتياطي؟ طبعا في نص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، ودي هنا برضو بنناشد فيها السادة القضاء ان يتم بتفعيل هذه المادة. هذه المادة يا استاذ احمد غير مفعلة، يعني النهارده دي بدائل اسمها التدابير الاحترازية، بدائل الحبس الاحتياطي، ان يقدم المتهم نفسه الى قسم الشرطة في اوقات تحددها المحكمة. تمام. او يحظر عليه الوجود في اماكن معينة، او يحظر عليه مغادرة مكان معين. فالبدائل دي يعني المفروض انها تبقى فيها اكثر تفعيلا من كده. تمام. يعني انا افهم من كلام حضرتك دلوقتي ان في نص قانوني موجود ولكن لم يفعل على أرض الواقع، يعني بيتم تفعيله إلا ما نضر في ظروف نادرة جدا. تمام. هو نص موجود في قانون الأجراءات الجنائية مادة 201 من قانون الأجراءات الجنائية. تمام. طيب بقى المحامي دلوقتي عايزك تقول لي دور حضور المحامي مع المتهم،
هل شايفه مفيد ومجدي مع المحبوس احتياطيا ولا مش ما بيكونش مؤثر قوي؟ قطعا مفيد ومجدي، والا لم يكن القانون ما كانوش يقرره. تمام. مفيد ومجدي جدا وجدا وجدا، ولكن النهارده هو للاسف ان هناك بعض القضاة زي ما بنقول في بعض المحامين اللي هم ما بيبقاش عندهم المام كبير بالقضيه اللي هم داخلينها، في بعض القضاة للاسف تخش السيد المحامي يقول له استاذ كلمني في مباريات الحبس الاحتياطي فقط، وده خطأ كبير جدا بيقع فيه سيادة القضاء. لا يقول لي ما تكلمنيش في الموضوع، لا ازاي لما نص المادة نفسه بيقول لك اذا توافرت دلائل كافية، نص المادة نفسه بيقول لك اذا كانت هناك حالة تلبس يجوز فيها حبس. طيب انا ازاي اتكلم ما اتكلمش في الموضوع ونص المادة نفسه قال لي ان انت ما تحبسش المتهم الا اذا كانت هناك دلائل كافية والا اذا كانت هناك حالة تلبس. فالنهارده الحبس الاحتياطي ده بخصوص حاله التلبس، يعني انت حضرتك هتخليني اسالك سؤال تاني خالص. دلوقتي ممكن اي حد يروح يتهم اي حد عادي يعني. تمام. يعني وطبعا من حق القانون انه يتاكد من ده. تمام. هل الحد ده يتحبس احتياطيا بناء على اتهام فقط؟ بناء على اتهام فقط صعب، لكن هو النهارده اي مش اي محضر بيروح للنيابه العامه بتصدر فيها بضبط الاحضار او الحبس الاحتياطي، بيكون هناك تحريات، بيكون هناك في تقارير طبيه، في شهود، لازم يكون في قران او دلائل اخرى غير اقوال المجني عليه. تمام. طيب قول لنا حق المحامي من حقه او المتهم بشخصه الاطلاع عما كتب في المحضر؟ طبعا طبعا، من اولى حقوق المحامي عند الحضور امام النيابه العامه ان يطلب من السيد وكيل النيابه الاطلاع على المحضر قبل بدء التحقيق طبعا، والنيابه بتمكنه. تمام. حضرتك في البداية قلت لي هنرجع للشروط والمدة تاني، فعايزك تقول لي اللي حضرتك حابب تقوله في الشروط والمدة. أنا عايز أتكلم في أن الحبس الاحتياطي ده هو إجراء استثنائي وخطير، إذ إنه ينزل بالإنسان إلاما في وقت لم يثبت فيه إدانته بعد، ومن ثم فأنه يجب على النيابة العامة وعلى قاضي التجديد أن يكون الحبس الاحتياطي محصور في أضيق الحدود اللي تحقق الغايه والوسيله منه. يعني النهارده يا استاذ احمد، النهارده ايه اللي يعوض المتهم بعد ما تسلب حريته ويتنقر منه اصدقائه واهله وتلحقه اللعنات في كل مكان؟ ممكن يكون بريء مع حبس احتياطيا بالسنه والاثنين ولا اكتر ولا اقل، وفي الاخر قضي له بالبراءه. ايه اللي يعوضه بعد ما سلبت حريته وتلوثت سمعته؟ مفيش حاجه، مفيش شيء يعوضه للاسف. لكن النهارده لازم، بخصوص بقى ان انت دخلتنا في التعويض، تمام، يعني مفيش شيء برضه في القانون بيعوض المتهم؟ لا والله هو في القانون فيه، بس يعني هو ايه الموضوع يعني اقل من ان احنا نضيع وقتنا ونتكلم فيه. تمام. موضوع التعويض اللي قررته مصلحته ده اقل من ان احنا نقعد نتكلم فيه، ده كلام فارغ جدا. مفيش يعني. حتى بعيدا عن الجانب المادي، هو القانون نص على حاجه واحده، جانب معنوي، ان المتهم اللي يحبس احتياطيا ثم يقضى له بالبراءه بعد كده له أو لورثته أن يتقدم بطلب للنيابة العامة إن هو ينشر حكم البراءة في جريدة أو جريدتين رسميتين. تمام. هو اللي بينشره ولا على نفقة الدولة؟ بينشره. على نفقة الدولة. تمام. يعني ده حاجة زي إيه؟ رد الاعتبار يعني كده. تعويض معنوي يعني. تمام. إحنا دلوقتي في أيام امتحانات، تمام، وبخصوص إن إحنا في أيام امتحانات فلازم نسأل سؤال مهم جدا. دلوقتي لو في طالب محبوس احتياطيا، هل من حقه او من حق المحامي بتاعه الطلب انه يطالب انه يخرج مثلا يمتحن وبعد كده يرجع تاني؟ والله الحاجات دي بترجع طلب بيتم تقديمه للمحامي العام اللي موجود في المحكمه الكليه، وهذا الطلب بيكون مشفوعا بيه جدول الامتحانات وبيتم الاطلاع عليه، والمحامي العام بيمكن الطلاب من اداء امتحانه. تمام. يعني ده بيرجع للسيد القاضي، السيد المحامي العام، سيد المحامي العام. تمام. تمام. طيب عايزك تقول لي بقى الحبس الاحتياطي في فرق، يعني في فرق في المعامله مثلا دلوقتي لو واحد محبوس اول مره وواحد تاني مقيد سوابق قبل كده، بيبقى في فرق ما بينهم؟ طبعا القاضي عندما ينظر، قاضي التجديد عندما ينظر اوراق القضيه اللي امامه بشان حبس احتياطي، كل قضيه على حده. طبعا المتهم اللي بيكونش سبق اتهامه قبل كده بتكون ليها اعتبار عنده، عكس المتهم اللي بيكون سبق اتهامه في قضايا وخصوصا اذا كانت مماثله في الموضوع المنظور، طبعا بيبقى ليها اعتبار امام القاضي. تمام.
بيبقى لها اعتبار أمام القاضي. طيب نطلع فاصل وبعدين نستكمل الحديث. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل وبعدين نستكمل الحديث مع الأستاذ المحامي حسني مبارك. وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الأستاذ المحامي حسني مبارك. أستاذ حسني، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الطلاب وإن دي بترجع للسيد النائب العام. طيب وكلمنا في البداية عن حالات التلبس ولكن ما شرحناش إيه هي حالات التلبس. بص، حالات التلبس قام أقرها قانون الوجبات الجنائية هو القبض على المتهم حال ارتكابه الجريمة. دي أول حالة. تمام. حال ارتكابه الجريمة أو عقب ارتكابه الجريمة ببرهة يسيرة، عشان ينصر على الناس يعني بعد ما يرتكب الجريمة بوقت قصير، أو تتبع الجاني أو المرة أو المودين، التتبع المجني عليه للجاني بالصياح، يعني واحد سرق واحد، واحد بيجري وراه الحقوا حرامي حرامي حرامي، أو وجود المتهم في مكان أو مسرح الجريمة حاملا أسلحة أو أي شيء تدل عنه ارتكب الجريمة. يبقى حالات التلبس أربعة. تمام. يبقى أنا النهاردة لما النص المادة يقول لي المتهم يحبس احتياطيا اذا كان متلبسا بالجريمه، فاحنا بنقول هو استاذ القضاء ما ينفعش تقول لي الحبس الاحتياطي بس يا استاذ. يبقى انا لازم اخش في الموضوع لنص الماده قال لي لانه متلبس. متلبس متلبس ده يعني موضوع، ونص الماده قالت لي ايه اذا توفرت ايه يا استاذ احمد الشروط التلبس من ضمن الشروط دي او دلائل كافيه. فانا النهارده كيف تستقيم الامور ان انا ان القاضي يجبرني على عدم الحديث في الموضوع وانا عندي حاله تلبس؟ يقول لك على ذمه التحقيق او الحبس الاحتياطي، وانا عندي نص الماده قال لك لابد ان يتوفر دلائل كافيه. فالنهارده لازم يكون في يعني سعه صدر اكتر من كده شويه من الساده القضاه مع الاساتذه المحامين عند نظر التجديد بالذات. بخصوص الساده المحامين هسالك سؤال في شغلكم انتوا، الورق بتعرفوا تقراوا الورق؟ يعني مثلا بنشوف الورق مثلا اللي متعلق كده مثلا يبقى ايه، مش بتعرفوا تقروه انتوا فعلا؟ فعلا احنا ولا مثلا بتطالبوا ان يبقى مكتوب مثلا؟ لا فعلا في بعض المحاضر بنجد معاناه شديده جدا في تفسير قراءات المحضر للاسف الشديد، لكن انت مع خبرات كمحامي جنائي بتقدر تفك الطلاسم. تفك الطلاسم. ولكن احنا النهارده برضو يعني بنشيد بالنائب العام والنيابه العامه، النهارده في بعض النيابات ابتدوا يعمموا كتابة التحقيقات كمبيوتر. على الكمبيوتر. اي نعم بتاخد وقت ازيد واكبر شوية، بس ده كويس، بس ده شيء كويس وشيء شيك كده وشيء محترم يليق حتى بمكانة مصر. يعني النهاردة ما ينفعش امسك محضر مش عارف الاراء، يعني انا امسك الورق كده ما ينفعش طبعا. فين الالغاز دي؟ خلاص خلاص. لكن الحمد لله في الفترة الاخيرة بعض النيابات ابتدت تتجه الى ان المحاضر يتم كتابتها على الكمبيوتر. تمام. راجل القانون بيبقى عنده حس، يعني حس امني كده مثلا انه يعرف الواحد المتهم ده من اول ما يشوفه من غير المتهم ولا مش شرط؟ لا طبعا المحامي الجنائي بالذات والله يا استاذ احمد يعني الموكل يخش لك المكتب انت وانت قاعد من قبل ما يتكلم والله تعرف ان هو صادق ولا مش صادق. ومش عايز اقول لك يعني مش بكونش ببالغ، ببقى عارف جاي في ايه. تمام. بس طبعا ده مع الوقت ومع الخبرات، فاهمني؟ بخصوص احنا اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت بس هندخل فيه تاني لان ما اتكلمناش فيه بشكل يعني مفصل. وبما اننا بنتكلم عن المحامي الجنائي، البلطجه للاسف انتشر كتير قوي الفتره اللي فاتت، يعني منتشره بطريقه فظيعه جدا. فانت لو هتدي مثلا رساله لحد معين او للساده المشاهدين او هتدي رساله للشارع هتقول لهم ايه؟ والله رسالتي الاولى للاسره. الاسره هي المسؤوله بالنسبه لي في المقام الأول عن سلوك أي شاب أو أي ابن من أبنائنا. إذا كان الأب والأم قادرين على تربية أبنائهم فإحنا إن شاء الله هنطلع معانا جيل صالح. بالزبط. إذا كان الأسرة نفسها فيها تفكك يبقى قول على هذا الجيل السلام. السلام يا رحمن يا رحيم. ولكن المشرع في الآونة الأخيرة بصراحة ضرب بيد من حديد على جرائم البلطجة سماها استعراض قوة. وبقت يا أستاذ أحمد ما بتنزلش جناح، بتنزل حاجة اسمها أم دولة طوارئ. تمام. بخصوص البلطجة
وبخصوص ان احنا اتكلمنا في البداية عن احداث كورونا ولكن ما كملناش الحديث، احنا بنشوف حاجات شبه بلطجة دلوقتي يعني للأسف. يعني احنا بنتكلمنا ان الاطباء بيضحوا من اجل الاخرين ومن اجلنا كلنا، يعني الاطباء دول لهم دور عظيم جدا. يعني المعاملة اللي احنا بنشوفها، يعني حد يتوفى فيهم من الشهداء من الاطباء، المعاملة اللي احنا بنشوفها او اللي احنا بنسمعها ده حاجة لا تليق بيهم. انت كرجل قانون وكمحامي لو هتوجه رسالة للناس ديت من جهة قانونية هتقول لهم والله ايه؟ والله يا استاذ احمد بناخد من كلامك يعني هذا التعامل اللي حصل مع احد الاطباء اللي توفت، هذا تعامل مش لا يليق بيهم بس ده لا يليق بينا احنا كمصريين بالظبط، ولا يعني بعاداتنا ولا بتقاليدنا. ده يعني حاجه محزنه وحاجه مكسفه، بيوجهوا وبيصدروا صوره مشوهه لمصر امام العالم طبعاً. مع ان مصر اكبر من كده بكتير. طبعا ده يعني ده مش دول خير يعني مش عارف يعني جهل غير طبيعي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا بأناشد الساده الزملاء المحامين زملائي تمام عدم التصدي للدفاع عن اي من المتهمين في هذه القضيه. تمام، يعني دي وقفه وحاجه مشرفه جدا من الساده المحامين لان هم فعلا لا يستحقوا الدفاع عليهم. تاني حاجه، الدفاع عنهم. بأناشد رئاسه الوزراء ومجلس النواب ان يتم طيب. اعتبار عشان خلص الكلمتين دول ان يتم اعتبار المتوفين من الساده الدكاتره بفيروس كورونا أن ينضموا إلى صندوق الشهداء. طيب هم فعلا شهداء يعني. يعني ينضموا إلى صندوق الشهداء من الجيش والشرطة ومن الشعب. تمام. أستاذ حسني مبارك بصراحة شرفتني، وكنت أتمنى إن أنا أكون معاك أكتر من كده، ولكن الوقت بصراحة شرفت ونورت برنامج حلم حياة، وإن شاء الله لينا حلقات قادمة. شكرا. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياة، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات القادمة.